لدينا وصفة رائعة جدا تعزز كميات الكولاجين، وهي طبيعية وآمنة وليست لها أي أعراض جانبية. المكونات: لدينا ملعقة طعام كبيرة من أوراق البقدونس المعدنوس، البقدونس وليست الكزبرة، المعدنوس البقدونس، ولدينا ملعقة طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي، يوغرت طبيعي، اليوغرت الطبيعي أو الروبا. يمكن استبدال الروبا بالحليب، ولكن يفضل لو يتوفر عندك حليب ماعز ممتاز في هذه الوصفة. نأخذ ملعقة طعام كبيرة قلت من البقدونس المعدنوس، ونضع عليها ملعقة طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي أي اليوغرت. نخلط المكونات جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي. ونستمر في الخلط إلى أن تنسجم كل المكونات مع بعضها البعض، ونفرغها في برطمان يكون معقم من قبل، ونستخدمه على البشرة بشرط أن تكون البشرة مغسولة من قبل بغسول مناسب. الغسول موجود بقناتي، غسول مناسب لجميع أنواع البشرة الخاص بشامبو، وهو محضر عفوا بشامبو الأطفال. نغسل البشرة ونجففها، ثم نوزع هذا القناع الذي هو عبارة عن كولاجين طبيعي، نوزعه جيدا، بداية دائما بالرقبة وصعودا لكامل بشرة الوجه. يوزع جيدا وهو صالح لجميع أنواع البشرة حتى الحساسة منها ومن تعاني من الوردية، ممتاز هذا الماسك. كذلك حول الفم هو ممتاز لإزالة السداد حول الفم، ونقوم بتوزيعه على كامل البشرة ومنطقة الهالات كذلك، هنا على الأنف إذا كانت هنالك رؤوس سوداء. يوزع جيدا حتى على الجفون وبين الحاجبين إذا كانت هنالك خطوط، وعلى الجبين كذلك. نتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها نقوم بشطف البشرة بالماء البارد مباشرة، ويجب ترطيب البشرة كل واحدة حسب نوع. هذا الماسك له خصائص مغذية، منشطة، مبيضة، تساعد على تغذية وترطيب بشرتك بعمق، وتزيل التجاعيد والبقع البنية لأنها غنية جدا بالبقدونس والزبادي، لأن الزبادي لا يخلو من فوائد جمة للبشرة. هو غني بحمض اللبنيك ومثالي لتقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة، ويغذي بشرتك كذلك يرطبها، وسوف تتحصلين على بشرة صحية ونضرة. وكذلك هذا الماسك يضفي شباب على بشرتك خاصة بعد ليلة من نوم سيئة أو فترة من الضغوط والتوتر والقلق والاضطراب. كذلك هذا الماسك ممتاز لإزالة الانتفاخات تحت العينين، ممتاز لإزالتها وهو سهل التحضير، ويخلص من الهالات السوداء كذلك. من ثالث استعمال ستلاحظين فرقا رهيبا في مشكلة الانتفاخات والهالات السوداء.
كذلك هو ممتاز ويساعد في تهدئة البشرة والتهيجات الجلدية، يساعد في تخفيض مستوى إنتاج الزهم بشكل كبير، كذلك لأنه ممتاز خاصة لصاحبات البشرة الدهنية، ويعمل على تفتيح لون البشرة وإزالة الإسمرار خاصة إسمرار أشعة الشمس، وممتاز ممتاز لإزالة الرؤوس السوداء، ينظف لك بشرتك، يساعد في إزالة الأوساخ العالقة بها، يقضي على البقع البنية والتصبغات الجلدية والتي ترافق كثيرا صاحبات البشرة الدهنية، يعزز كثيرا كثيرا من إنتاج الكولاجين مما يصلح البشرة ويعمل على شدها، وهو مطهر وممتاز لقبض المسامات وتصغيرها، مكوناته سهلة ومتوفرة في كل بيت. صلاحية هذا الماسك لمدة أسبوع في الثلاجة، كما يمكنك عمله في مكعبات ثلج وحفظه في المجمد، كل مكعب للاستعمال الواحد، ويحفظ لمدة شهر كامل في المجمد. ولاستعادة الكولاجين أنصح بتناول كميات كبيرة من الفواكه والخضار الغنية بالفيتامين سي، لدينا البرتقال فريز أي الفراولة، والبروكلي، والطماطم أي البندورة، والتوت، وهذه الأنواع بالتحديد هي تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة بفضل غناها بالفيتامين سي الذي يعمل على تحويل مادتي البرولين والأليسين الموجودتين في الجسم إلى كولاجين. أنصح كذلك بإضافة زيت بذور الكتان إلى السلطة، وتناول التونة كذلك والمكسرات، أنصح أن تتناوليها نيئة فقط بثلاث حبات من المكسرات عدم الإكثار منها، وهي لأنها مصادر غنية بالأحماض الدهنية الغير مشبعة والتي تعزز إنتاج الكولاجين وتحافظ عليه في جلدك. تناول الشاي الأخضر غني جدا بمضادات الأكسدة والذي يمنع تدمير الكولاجين، كذلك أن تدعمي وجباتك ببياض البيض، الفول السوداني، وجنين القمح، هي مكونات تزود الجسم بكميات تتحول طبعا إلى كولاجين بفضل الفيتامينات والمعادن خاصة الفيتامين سي. يجب التقليل من كميات الكافيين التي تأخذينها لأن تأثيره ضار جدا على الجلد ويسرع ظهور علامات الشيخوخة. أنصح بإضافة الثوم إلى النظام الغذائي لدعم إنتاج الكولاجين، وكذلك البصل المشوي غني جدا مع الثوم بمادة الكبريت، وكذلك تناول الحبوب والبقول ومنتجات الصويا فهي تدخل ضمن عملية إنتاج الكولاجين، وكذلك أن تدعمي الحمية الغذائية وتركزي على الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، لدينا مثلا الجوز، ولدينا كذلك بذور الشيا، لدينا السردين، لدينا كذلك السلمون، لدينا زيت الكانولا، لدينا قلت كما سبق وذكرت بذور الكتان وزيت بذور الكتان، جميعها يحافظ على صحة الكولاجين في الجسم. ومع النظام الغذائي الصحي لا تنسي تدليك بشرة وجهك بحركات دائرية، يوجد كذلك فيديو بالقناة طريقة بزيت الزيتون لبشرتك بحركات دائرية بواسطة السبابة والأصبع الأوسط، لأنها عملية بسيطة وتعزز تدفق الدم إلى وجهك وتساعد على إنتاج الكولاجين. هذه الوصفة آمنة للحوامل المرضعات، البنات من عمر 10 سنوات فما فوق آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.